أصيبت آني بمرض في عمودها الفقري قبل عدة سنوات، ما أدى إلى أنها أصبحت قاعدة. ورغم ذلك فإن آني تتطلع لما يساعدها على أن تعيش حياتها بصورة أفضل وأسعد. هنا في معرض الأجهزة المساعدة للمعاقين وجدت آني ضالتها المنشودة واصطحبتنا في جولة ببعض أجنحة المعرض. مع تقدم السن بالمعاق تتغير احتياجاته، بعض الحالات تتدهور مع الوقت. أنا عن نفسي كنت أسير لمسافات قصيرة باستخدام وسائل مساعدة، وكنت أستخدم الكرسي المتحرك فقط عندما أرغب في التسوق أو في السير لمسافات بعيدة. أما الآن فلدي مشكلات في يدي، لذلك احتجت إلى كرسي متحرك يعمل بالكهرباء. يجب أن يحدد كل معاق احتياجاته والمنتجات التي تساعده في هذه الاحتياجات. السرائر الإلكترونية أيضا مما ييسر حياة المعاق، ووسائل كهذه تساعده في قضاء حاجته من دون مساعدة من آخر، بل إن التكنولوجيا الحديثة تمكن شخصا مصابا بشلل كامل في قدميه من الحركة. قيادة السيارة ربما من الأمور التي تشغل كثيرا من المعاقين أيضا. قبل أن أصبح مقعدة كنت أقود سيارة لعدة سنوات، وعندما توقفت عن القيادة كأني فقدت إحدى ذراعي، فقد كنت أقود السيارة كل يوم. الآن يمكنني أن أستخدم سيارة مثل هذه، حيث يمكنك دخول السيارة ثم الخروج منها بسهولة، وذاك يعطيك الشعور بأنك لم تفقد الكثير من قدرتك على الحركة أو من اعتمادك على نفسك. هكذا أصبحت التكنولوجيا تمكن المعاق من القيام ربما بأي شيء. فلا يبحث المعاق عن تيسير حياته فقط، وإنما يبحث عن الاستمتاع بهذه الحياة وممارسة الرياضة. فبعد تغلب المعاق على الروتين الذي قد يعتري حياته بسبب محاولاته المضنية للتعامل مع إعاقته، تأتي الرياضة على رأس أولوياته ليبقى جسمه وعضلاته دائما في حالة صحية. من تيلفورد في إنجلترا، محمد طه، BBC.